رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في أول جلسة برلمانية تعقد غدا إعلان فشل مشاورات تشكيل الحكومة وإجراء تشريعيات مبكرة في 10 نوفمبر القادم. العودة إلى صناديق الاقتراع تشكل مأزقاً سياسياً بحسب رئيس الحكومة الذي ألقى باللائمة على أحزاب المعارضة في إفشال محاولات تشكيل الحكومة. سيد كاسادو، ما حصل هو أن هناك قوة سياسية فازت في الانتخابات وحاولت تشكيل حكومة، وهناك 3 قوى سياسية لم تفعل شيئاً سوى عرقلة تشكيل الحكومة. سيد كاسادو، إسبانيا في حاجة إلى الاستقرار وإلى حكومة تقدمية وليس إلى مأزق سياسي. لتجنب انتخابات مبكرة، كان على مجلس النواب أن يوافق على رئيس وزراء قبل 23 شتنبر. وفي هذا الإطار أجرى عاهل البلاد فيليب السادس مشاورات مع الكتل البرلمانية، إلا أنها لم تسفر عن إيجاد مرشح يتمتع بالدعم اللازم ليتم تنصيبه على رأس الحكومة المقبلة. في 10 نوفمبر المقبل يعود الإسبان إلى صناديق الاقتراع للمرة الثانية في ظرف 6 أشهر والرابعة في السنوات الأربع الأخيرة، استحقاقات تدق ناقوس الخطر بالنسبة لاستقرار البلاد بحسب العديد من الآراء. سنضيع المزيد من الوقت في انتخابات جديدة، فبدل استثمار هذه الأموال في المستشفيات والمدارس نضيعها في إجراء الانتخابات. المسؤولون السياسيون يلاحقون مصالحهم فقط ولا يكترثون للشعب. إنه تبذير للوقت. الطبقة السياسية الحالية لا تفكر في مصلحة الشعب. لا أعتقد بأنني سأقوم بالتصويت في الانتخابات مجدداً. الحزب الاشتراكي كان قد فاز في تشريعيات أبريل الفائت بالأغلبية، لكنه لم يتمكن من التوافق مع الحزب اليساري بوديموس، إذ يصر سانشيز على تشكيل حكومة مع بوديموس اعتمادا على برنامج تقدمي، بينما يتشبث الحزب اليساري بزعامة بابلو إغليسياس بتشكيل حكومة ائتلافية والحصول على مناصب وزارية.